طبعا انت عارف ان دبي دايما متميزه بكل حاجه جديده، من احسن الحاجات الموجوده السنه دي معانا هي ابره اليالو برو والسوبر هايدرو. فده اللي مميز الابره، ان هي اول ما تتحقن البيشنت على طول، اول ما بص في المرايه بتحس بالبلورس، بتحس بالكونتور والشد دايركت على طول. بحس الناس خلاص زهقت من الفيك، يعني بقى كل الناس شكلها زي بعض، بقت كل حاجه اوفر. فالاحلى طبعا كل واحد يبقى جماله حلو، ان الناس تشوفك ومش عارفه انت عملت ايه بس حلو، ده احلى اكيد. طبعا انت عارف ان دبي دايما متميزه بكل حاجه جديده، من احسن الحاجات الموجوده السنه دي معانا هي ابره اليالو برو والسوبر هايدرو. ابره حلوه قوي، فيها تركيز عالي قوي من هايلورنيك اسيد والامينو اسيد والبيبتايد، بتحفز الكولاجين وبتشد الجلد، بتدينا دايركت افكت اول ما بتتحقن. علشان نتيجتها حلوه قوي، بتدي دايركت افكت، بتدي فتره يعني طويله الامد، مش زي الابره العاديه اللي هي بتاعت النضاره العاديه دايما بيكون فترتها قصيره، فالبيشنت بتحس ان هي حقنت حاجه صغيره وراحت. دي مميزاتها ان هي بتقعد فتره طويله، ان تركيز الامينو اسيد فيها والبيبتايدز والهايلورونيك اسيد عالي قوي، فده بيخلي الابره متميزه ان انت اول ما بتتحقن بتاخد دايركت افكت، يعني مش لازم تستنى شويه على ما تاخد النتيجه. فده مميز الابره ان هي اول ما بتتحقن البيشنت على طول، اول ما بص في المرايه بتحس بالبلورس، بتحس بالكونتور والشد دايركت على طول. اكيد بس هي زي ابره نضاره، يفضل ان هي تتحقن 3 مرات بفاصل شهر بين كل واحدة عشان تقعد فترة طويلة. يعني لو نقول للناس كورس مثلا مرة في السنة الحين 3 مرات ورا بعض هتاخدي احسن نتيجة. فبقول لك السر فيها اللي هي بتدي دايركت افكت، ومش كل الابر دايما تاخد منها نتيجة، دايما في ابر تقعد تستنى لما تاخد النتيجة بتاعتها. فدي حلاوتها، ان انت حتى لو عندك مناسبة، عندك اي ايفنت، عندك اي حاجة سريعة عايز دايركت افكت على طول، بتاخده على طول مع الابر. ابدا بالعكس، هي ابرة سيف جدا وغير مؤلمة على الإطلاق بعكس إبر كتير، فأو مفيش أي حاجة يعني أبدا. بالعكس ده حلوة جدا للرجال على فكرة كتير طبعا، أو لأن ما بتديش النفخة، ما بتديش فوليوم، لأن الراجل دايما بيبقى عايز شكله يبقى حلو بدون ما يغير شكله. بحس الناس خلاص زهقت من الفيك، يعني بقى كل الناس شكلها زي بعض، بقت كل حاجة أوفر. فالأحلى طبعا كل واحد يبقى جماله حلو، إن الناس تشوفك ومش عارفة أنت عملت إيه بس حلو، ده أحلى أكيد. اكيد طبعا يفضل، لا طبعا يفضل ان انا لما تيجي تقولي مثلا عايزه الشكل الفلاني، لو هو مش لايق عليها اكيد بنصحها، يعني ممكن هي يعني ما تبقاش واخده بالها، بس شايفه صوره الحد اللي هي شايفاه قدامها وعايز تعمل زيه ده، بس مجرد ما نتناقش وافهمها واوريها ايه اللي ممكن يحصل وايه الحلو ليها، غالبا بتقتنع. اكيد ما احنا على المدى البعيد بيبقى خلاص في ريليشن بيننا وبين بعض، وبعارفين انت عايزه ايه وان انت حباه. والله اهم حاجه ان الواحد يهتم ببشرته، لان انت زي ما تقول بتشتري كريدت لنفسك لقدام. يعني لو الواحد بيستخدم السكين كير بتاعه والسان بلوك دايما، محافظ على الحاجات دي بغض النظر عن الحقن بقى الفيلر روبوتكس والحاجات دي، اهم حاجه دلوقتي السكين كير، يعني انت بتحافظ على بشرتك للمدى البعيد.